السلام عليكم خوتنا، ان شاء الله فيديو خير ظريف هذايا. جمعة ان شاء الله تكون مباركة عليكم، كل خيرات ان شاء الله من عند الواحد القهار الذي لا اله الا هو رب العرش العظيم. ربما هذا المنشور او الفيديو او هذا المقطع هذا ربما راح يكون هذا هو الاخير، ولكن راح نضرب في الصميم بإذن الله. يا جزائريين، يا وطنيين، يا شرفاء، يا أحباب، ولا يا أحفاد شهداء، وهذه الأرض الطاهرة، هذه الأرض اللي مات عليها ملايين الشهداء، أنتم يا أحباب الله، يا من تحبون هذه الأرض، اليوم راح نوري لكم أنتم من سليل من، وأنتم من أحفاد من. واحد ما يغركم، واحد ما يكذب عليكم، واحد ما يزيد يكذب عليكم. هاي لك السلالة، وهاي لك الشجرة تاعكم، يعني أغلبية الجزائريين. مانيش نهضر على الشرذمة، الشرذمة هذيك مكانهم إلى الجحيم، مكانهم في الجحيم الشريمة هذيك، لأنهم والله الذي لا إله إلا هو لا ينتمون إلى هذا الوطن، وليست لهم أي صلة بهذا الوطن وبهذه الأرض الشريفة التي نجسوها. وننصحكم كي تشوفوا واحد شرذوم منهم ولا واحد ينطق ويقول اسم شرذيمة، صنفوها وكأنه شيطان رجيم، قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوفوا أنتم من سليل من يا وطنيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه شجرتنا وشجرة أغلبية الجزائريين، أغلبية الجزائريين. هاي ليك، لازم وقت باش نقدر نفهمكم وش فيها وش ما فيهاش. عن هاي ليك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يا الحسين أمليك، حتى نلحقوا للورثيلاني نسبة، استغفر الله، يعني الورثيلانيين. هذه ابن ورثيلان اللي كانت نسبة للورثيلاني، وهو حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن ولات كما يقولوا من أبواق الفتنة، لأنه يهود أو الشرذمة طغات على ذيك المنطقة، وعلى بالهم علاش يبداو دائما الأمور تاعهم ملتم، وعلى بالهم علاش دائما يديروا أبواق الفتنة من تلك المنطقة. شوفوا يا وطنيين، حتى كما يقولوا لي كاشي الخواتم، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا مصطفى. أزكى الوش، وهذه اللي راكم تشوفوا فيها هنا، هذه حب يقول لحقنا الشجرة تاعي أنا. أنا كنت نهضر على كامل الوطنيين في هذه الشجرة، ودرك هذه يعني خصوصا حنا سيدي عبد الحفيظ بن مبارك بن محمد. نسبة هاي ليك محمد زرزور، كامل كرم هنا، حتى نسب عثمان عريوات خالي، اللي هو خالي الله يذكره بالخير والحمد لله، اللي رب العالمين شاف فيه ودار له سبة، السي رئيس الجمهورية والمنظومة الحكيمة اللي راهي معاه، رجعوا له الاعتبار، رجعوا له الشرف تاعو، الحمد لله رب العالمين. هاهم ديك لحقنا حتى لهنا، ومازال الخير للقدام، ومازال، وهاهم ليك الكاشيات، وهاهم ليك خواتم، وقديمة جدا هذه الخواتم، وصحاب التاريخ هم يعرفوها مليح مليح، باش واحد ما يقول لكم باللي هذه راهي كذبة أو خدعة أو ذهب الانسان الى دار النشر ودار ان كوبي على هذه ولا
نسخه على هذه ولا اي حاجه يغركم بها. بالك وبالك انا درت لكم الفيديو هذا وهذا المنشور هابليك وهذا جدنا كذلك احمد حبيب. هذه رساله يا اخواني، هذه الرساله موجهه اليكم، وعلى بالي باللي انا دوك راح نكون مستهدف من طرف اكثر من الشرذيمه، اليهود اللي دائما في حرب مع سلالة النبي صلى الله عليه وسلم. وراح نقول لكم كلمة واحدة، أنه جميع وطني الآن كاين آلاف آلاف اللي عندهم شجرة كيما هذه وخايفين من اليهود، لأنه كاين قصة قديمة ما نذكروهاش الآن، على بالنا بها وعلى بالهم بها هذه السلالة. أنا درك راح نضحي لوجه الله الواحد القهار، غادي خرجتها. منا نطلب من جميع الوطنيين اللي عندهم السلالة هذه ولا هذه الشجرة أن يخرجوها للعالم. والله الذي لا إله إلا هو، غير التاريخ راح يبدا من، والتاريخ راح يبدا من، شوفوا ليه، هذا هو المسجد الأعظم. مسجدنا، المسجد الأعظم والعظمة لله. إنه مسجد عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه، عقبة بن نافع قاهر الخونة، قاهر الشرذمة، وتفو على كسيلة تاعكم هذا يا خونة. وراح أقول لكم كلمة الأخيرة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويحيى سيادة الرئيس سي عبد المجيد تبون، تحيا المؤسسة العسكرية حفظها الله ورعاها، يحيى كل شريف في هذه الأرض الوطنية الشعبية في هذه الجمهورية، يحيى كل إنسان رحيم بأرضنا هذه، ويحيى كل فرد نراه الآن يجاهد في كل ميادين وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي. وعندنا الأخ اللي راه يصور فيا الآن، راح يقول لكم كلمة واحدة فقط، أنه راح تكون تحيا الجزائر. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.